طيب هنتكلم عن ايه فكرة الكيوسار. هي فكرة الكيوسار من اسمها كده هي كيو اس اي ار. السار احنا عارفينها من الفارماسيوتيكال كيمستري صح؟ اللي هي ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. كلمة كيو يعني كوانتيتيتيف، يعني احنا هنعمل نفس اللي كنا بنعمله تقريبا ايام ال كوانتيتيتيف. كل كنا بنعمله ايام الفارماسيوتيكال كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب مثلا ستراكشر، ايا كان الستراكشر ده، اعمل اي حاجه راندوم كده، وبعد كده مثلا نقول لو زودنا هنا مثلا سي ال بتزود الاكتيفيتي، لو حطينا مثلا لو حطينا مثلا او اتش الاكتيفيتي بتروح خالص and so on، صح كده؟ فاحنا we are comparing structure اللي هي in terms of مثلا some substituents to the activity، يعني structure activity relationship. احنا بقى عايزين نعمل الموضوع ده quantitative. quantitative يعني ايه؟ يعني بدل ما هقول مثلا احط a او h احط c l احط whatever، انا عايز I need to describe، دي بقى it's a key terminology، I need to describe the structure. We need to describe our structure. عايزين describe the structure بطريقة بحيث انها تبقى quantities. يعني ايه مثلا؟ يعني هنبص على properties بتاعة substituent. مثلا ال OH دي هي في المكان ده it is essential مثلا for activity. طب هي essential for activity ليه؟ ممكن تكون بتعمل مثلا ايه ال polarity بتاعتها is important، فيبقى ساعتها طب انا اقدر اعبر عن البولاريتي ازاي؟ قال لك احنا ممكن مثلا نبص على المولكيول ككل ونحسب حاجه اسمها بولار سيرفيس اريا، وده بيتحسب برقم، يعني ده كده it is a number in terms of angstrom squared مثلا. فطالما عرفت اعمله برقم يبقى انا كده عرفت describe the structure with quantities. يعني بدل ما بقول بقى OH اقول مثلا انا عايز البولار سيرفيس اريا تبقى كذا انجستروم سكوير، حط اللي انت عايزه هنا ونقدر نحسب البولار سيرفيس اريا ونشوف العلاقه ما بينها وبين الاكتيفيتي. فاهماني؟ فهيبقى الفكره دلوقتي ايه؟ الفكره دلوقتي الاساسيه ان احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ديسكرايب الاكتيفيتي as a function of structure. activity as a function of structure يعني ايه؟ يعني مثلا هيبقى عندي حاجه زي كده، هيبقى عندي تعالى نخلي يبقى عندي مثلا كيرف زي ده كده، هنا حاجه بتعبر عن الاكتيفيتي وهنا حاجه بتعبر عن الستراكشر، تمام؟ والفاليو بتاعه الستراكشر لما بتزيد مثلا الاكتيفيتي بتزيد، تمام؟ فاليو اوف ذا ستراكشر بتزيد زي ايه؟ زي اللوك بي مثلا. اللوك بي ده قيمة بتعبر عن الـ structure، وممكن I can represent it with numbers. طيب الـ activity how can I represent it with numbers؟ عندي طرق كثيرة to represent activity with numbers. عندي طريقة زي concentration اللي هو minimum effective concentration IC50 مثلا، الحاجات دي كلها. يبقى أنا هيبقى هدفي في الـ lectures، في الـ two lectures دول إيه؟ إن أنا أوصل لدي ده كده هو الـ QSR model. ده كده هو الـ QSR model. لما احنا كنا بنتكلم في الفارماكوفور كنا بنقول الفارماكوفور موديل اللي هو في الاخر بيبقى شويه كور كده ان سبيس، وده مثلا مش عارف هنا نقول هيدروجين بوند دونر مثلا، هنا نقول هيدروجين بوند اكسبتر، هنا مثلا نقول اروماتيك، صح؟ كان الشكل ده كده هو ده الفارماكوفور موديل. احنا ايه بقى الكيوسار موديل؟ اللي هو الشكل ده اللي هي equation بتربط بين equation that relates structure to the activity. تمام كده؟ هيبقى هدفنا بقى ان ايه؟ هدفنا نشوف how to represent structure with quantities و how to represent activity with quantities. activity سهلة لان احنا عارفين IC50s مثلا، عارفين KD او K inhibition constants، KI، عارفين حاجات كتيرة ممكن نحسب بيها الactivity. اكتر حاجة بنستخدمها في اللكتشر دي حاجة اسمها C اللي هي الـ minimum inhibitory concentration أو minimum active concentration. كل لما C دي بتزيد كل معناها إن الـ compound بتاعي more ولا less active؟ less active. ليه؟ لأن هو محتاج concentration كتير عشان يشتغل، تمام؟ لكن لو هو بيشتغل بـ concentration قليل قوي يبقى هو معناها إن هو active جدا، تمام؟ فبيستخدموا حاجة عكسها اللي هي 1 over C. 1 over C when it increases activity increases، تمام؟ طيب
activity of A. activity of A ده سؤال كويس جدا. زي ما احنا كنا بنتكلم في الفارماسيوتيكال كيمستري بالظبط, احنا بنتكلم عن certain activity, مثلا الكومباوند ده as anti-malarial مثلا, تمام؟ فاحنا هيبقى كده a specific activity, we are trying to relate the structure to a very specific activity, تمام؟ وهنشوف امثله دلوقتي, بس حتى الان الدنيا واضحه. تمام كويس جدا. طيب عايزين بقى نشوف how to describe, دي حته مهمه جدا بقى, ودي اللي هي lecture 6 كلها تقريبا. how to describe structure with أو ممكن نقول quantitatively. نعمل الحدوتة دي ازاي؟ الحدوتة دي بتتعمل بحاجة سميناها من الاسم, يعني احنا we're trying to describe the structure, فسمينا الحاجات دي ايه؟ integrated actors, صح؟ descriptors. أيوة تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي عايزين نحاول نوصل لحاجة اسمها descriptors. descriptors دي ايه؟ دي بتdescribe الستركتشر, تمام؟ في لكتشر 7 عندنا ثلاث أمثلة من الديسكريبتورز, ممكن ناخدهم كده كولكتيفلي. عندنا مثال ليه علاقة باللايبوفيليستي, خلينا نكبر عشان نكتب راحتنا, اللايبوفيليستي, ومثال تاني ليه علاقة بالإلكترونيك بروبرتيز, specifically هل السبستيتون بتاعتي electron withdrawing. يبقى احنا عندنا lipophilicity electronic property, وعندنا حاجة لها علاقة آخر descriptor خدناه size, تمام؟ ال descriptors اللي مشهورة لل lipophilicity عندنا في واحد مشهور جدا اللي هو اسمه ايه؟ log p, تمام؟ غير ال log p خدنا حاجة كمان هقولك عليها دلوقتي, بس خلينا ايه نمشي خطوة خطوة. اللوج بي اللي هي ايه؟ اللوج بي اللي هي اللوج بتاع البارتيشن كوفيشنت, البي دي اللي هي البارتيشن كوفيشنت. البارتيشن كوفيشنت يعني ايه؟ فاكرة؟ بارتيشن كوفيشنت. كوفيشنت كده بس كده. Partition coefficient ده فكرته كانت ايه؟ كنا بنجيب زي فلاسك كده, وكنا بنقسم الفلاسك نحط فيها شوية مية water, طبعا water بيبقى تحت, ونحط فيها شوية oil, تمام, او organic solvent معين octanol, يعني يبقى فوق octanol وتحت oil, وبعد كده نحط substance بتاعتنا. فالsubstance بتاعتنا هتيجي, يعني احنا دلوقتي بنحط ايه؟ بندخل substance بتاعتنا هنا. substance بتاعتنا تخش, حبة منها هيبقى في الأكتانول وحبة منها هيبقى في المية, تمام؟ وبعد كده بنحسب حاجة اسمها P. P اللي هو الكونسنتريشن بتاع substance بتاعتنا في الأكتانول divided by concentration على الووتر, تمام؟ ده معناها ايه؟ ان لو ال P دي كتيرة يبقى معناها انه بيدوب اكتر في الأكتانول ولا في الووتر؟ الأكتانول. يبقى معناه ان هو لايبوفيليك, صح كده؟ يبقى كل لما ال P تزيد يبقى هو لايبوفيليك اكتر, ما بيحبش الماء, تمام كده؟ ولوك بي زيها, يعني as log p increases يبقى هو more lipophilic, ماشي؟ ده البارتيشن كوفيشنت. طيب البارتيشن كوفيشنت describes the molecule as a whole, يعني الكلام ده بنتكلم عن certain molecule, يعني مثلا نرسم حاجة كده, احنا we are describing phenyl, ممكن نقول log p of phenyl equals, انا طبعا هكتب اي رقم دلوقتي مش ده log p بجد, او اي حاجة مثلا 1.7, تمام؟ طيب ممكن اقيس log p بتاع مادة تانية, بنزين مثلا, وهقول log p بتاع البنزين, ممكن ارسم هنا حتى بنزين صغنونة كده, log p بتاع البنزين equals مثلا 2 مثلا. طيب هو ايه الفرق بين البنزين والفينل؟ ان السبستيتوينت هنا H والسبستيتوينت هنا OH. طيب احنا قلنا فكرة دلوقتي, بدل ما هنحتاج نعمل اللوك بي بتاع كل مولكيول, بدل ما نحتاج نروح نحسبها كده في المعمل, نعملها في المعمل ونعمل الحدوتة دي كلها, احنا عايزين طريقة نحاول نستنتج بيها اللوك بي.
طب نستنتج اللوك بي ازاي؟ هنعمل لوك بي لكل سبستيتوينت، يعني احنا عايزين اللوك بي بتاع الـ OH لوحدها، بس هو it is not defined like this. يعني احنا بنعمل مفيش حاجة اسمها OH لوحدها، احنا بنعمل لوك بي بتاع الكومباوند كله. قالك طب هنعمل فكرة حلوة، هنعمل ايه؟ هنحسب اي كومباوند في بنزين relative للبنزين. يعني ايه؟ يعني عايزين نعمل اللوك بي of phenyl minus، يعني ناخدها زي ما هي كده، اللوك بي نكتبها كده عشان تبقى باينة، log P بتاعت الفينل اللي هو عامل كده وفي OH minus log P of بنزين، البنزين اللي هو فيه ايه؟ فيه H بدل الـ OH، صح كده؟ ده المفروض هيديني اكنه اللوك بي بتاع الفرق ما بينهم اللي هو ديو تو الاو اتش، فده هيديني اللوك بي بتاع الاو اتش. سميناها بدل لوك بي سميناها كوانتيتي جديده كده، سميناها باي. فباي اوف او اتش از ايكوال تو لوك بي بتاع الفينل ماينس لوك بي بتاع البنزين، تمام كده؟ طيب في الحاله دي هيبقى مثلا ايه؟ لو حسبناها تبقى 0.3، يبقى اللوك بي بتاع الاو اتش لوحدها 0.3، تمام؟ ال log P of OH is 0.3. ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن بعد كده لا سوري، هي تبقى phenyl minus بنزين يبقى minus 0.3، صح؟ negative 0.3، تمام كده؟ طيب طالما بالنيجاتيف يبقى معناها ان هي more hydrophilic او less lipophilic. more hydrophilic than بنزين. Does this sound good؟ أكيد؟ طيب حلو قوي. الفكرة دي لطيفة ليه؟ لأن أنا ممكن أعمل نفس الحركة مع حاجة تانية. زي إيه مثلا؟ زي الكلوروبنزين، وأحسب اللوك بي مثلا، أقيسها بعد كده في المعمل، ألاقي مثلا اللوك بي بتاع الكلوروبنزين is equal to مثلا 2.4. يبقى ده معناها ان الباي بتاعت السي ال لوحدها بكام؟ لوك هنعمل لوك بي سي ال ماينس لوك بي البنزين العادية، صح؟ اللي هي هتبقى كام؟ حسب الأرقام اللي أنا كاتبها. point four. يعني أنا I'm subtracting البنزين اللي هي 2 from 2.4. تمام كده؟ طيب يبقى معناها أنا ممكن أجي على compound زي ده كده and I can guess its log P. لأن هو بالنسبة للبنزين، البنزين أصلا ب 2. وبعد كده هنشيل منها 0.3 وبعد كده هنزود عليها 0.4، يبقى هنستنتج ان this compound has log P of 2.1. تمام. المهم في الحدوتة دي كلها ان احنا we have a way to define log P of a certain substituent. ال way دي سميناها ايه؟ سميناها سميناها باي. تمام. الباي دي لو هي بالبوزيتيف معناها ان هي مور هيدروفوبيك، لو هي بالنيجاتيف يبقى معناها ان هي هيدروفيلك، تمام كده؟ طبعا ده ريليتيف لايه؟ ريليتيف للهيدروجين اللي هو الاصلي اللي موجود على البنزين. كويس قوي. تمام، صغر الكلام ده كله علشان ما يشتتناش، ان احنا طلعنا باللي احنا عايزينه، احنا في الاخر عرفنا اللي احنا عايزين نعرفه for the sake of this discussion. صغر تمام كده. انا عايز الحته دي افضل فاكرها بس. حلو نشوف تاني حاجه. يبقى انا كده اقدر اعرف الاستراكشر، اقدر اوصف الاستراكشر. لو انا عندي certain مثلا زي ما اتفقنا انا بدرس السار بتاعه certain group of antimalarials مثلا، من ناحيه السبستيتيوشنز ده نمبر 3،
نمبر 2 سوشيال نمبر 3 وبشوف الايفكت بتاع الهيدروفوبيستي اوف ذس سبستيتوت اون اكتيفيتي. تمام كده هشوفه ازاي. انا عندي ليست اوف سبستيتوينتس مثلا ثواني نعمل هنعمل حاجه زي كده تيبل كده السبستيتوينت والاكتيفيتي. الاكتيفيتي هقيسها مثلا بلوج 1 اوفر سي وات ايفر والسبستيتوينت مثلا نوعه مثلا خلينا نعمله هنا كده سبستيتوينت مثلا في سي ال في او اتش في ان اتش 2 اند سو اون. وانا ام تراينج تو ريليت اللايبوفيليستي فهحط الباي فاليو بتاعتها واشوف هاو ات ريليتس تو اكتيفيتي. فانا هقوم عامل كيرف زي ده كده واحط الباي فاليو واحط الاكتيفيتي واشوف الريليشن بين الباي فاليو والاي والاكتيفيتي. تمام كده دي فكره ان انا ايه بحاول ادرس الايفكت اوف لايبوفيليستي اوف ا سبستيتوت. طيب حلو تعالي نشوف بقى فكره الالكترونيك بروبرتي. الالكترونيك بروبرتي عملوا فكره شبه دي برضو بس محتاجه شويه تركيز عشان نفهمها. الواحد اسمه هامت عمل ايه؟ قال احنا هنبص على البنزين كاربوكسيلي جروبس بنزويك اسيد ديريفاتيفز. تمام بنزويك اسيد اصلا عشان هو اسيد بيتكسر في الميه وبيدي COO- plus protons صح كده؟ بس ده رايح جاي رايح اكتر ولا جاي اكتر؟ هو it's a weak acid فهو رايح قليل وراجع اكتر. تمام كده؟ طيب there is a value اسمها K. ال K دي هي ال concentration بتاع ممكن نعملها حتى بالاشكال عشان يبقى شكلها ظريف. ال K دي هي concentration of ال products اللي هما دول ده كده وده على الايه over the reactant اللي هو ده. تمام كده يعني الكي دي كل ما تزيد يبقى هو strong acid ولا weak acid. strong لانه بيعمل product اكتر صح كده. يبقى دي كل لما تزيد يبقى معناها ان احنا we have strong acid stronger acid. طيب هي بتزيد ازاي K دي؟ احنا عايزين ناخد دي على جنب بقى كده عشان ده الديفينيشن بتاع ال K اللي احنا المفروض عارفينه من قبل كده. هو امتى يبقى stronger acid؟ يبقى stronger acid لو ركبت فيه if I attach it to electron withdrawing group. ليه؟ لأن هو لو في electron withdrawing group it will accommodate this negative charge. تمام؟ بتحب يعني هيبقى ال structure ده more relaxed more stable. وطالما more stable يبقى مش هيبقى عايز يرجع للبقرة كده هو عايز يطلع لقدام يعمل more stable structure ده. تمام؟ فيبقى دلوقتي لو انا في electron withdrawing group ده اللي عايز افتكره بقى electron withdrawing group يبقى ساعتها هيبقى stronger acid. يبقى ال K اصغر ولا اكبر؟ K اكبر. تمام كده. والعكس لو هو electron withdrawing group يبقى ايه؟ يبقى weaker acid electron acid donating electron donating group. اصل في ناس بتفهم تيجي تكتب electron with donating group يبقى weaker acid فساعتها ال K هتبقى اقل. تمام كده؟ حلو قوي. يبقى دلوقتي I have a means ان انا اقدر احكم على certain substituent هل هي electron withdrawing ولا electron donating. ايه هي المينز دي؟ ان انا هجيب ال K الكي بتاع السبستيتيوتد بنزين اللي هو السبستيتيوتد كاربوكسيليك جروب اللي هو في سي او او اتش وفي سيرتن ار في سيرتن سبستيتيوشن اند ذن اي سبتراكت فروم ات الكي اوف ذا بنزويك اسيد اتسلف. تمام كده. لو دي بوزيتيف لو الرقم ده بوزيتيف نمبر
يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ان ده اكتر. تمام. لو ده اكتر يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ the first case ان هو electron withdrawing group. electron withdrawing group معايا كده؟ دي جادي ايديا؟ حلو قوي. بس احنا ما بنحبش نشتغل بالكي، فبنشتغل باللوج كي. لوج كي تانية يبقى electron donating group. صح كده. لو هي بالنيجاتيف هتبقى electron donating group. تمام. سمينا بقى الفاليو دي ايه اللي هي log k minus log k، سميناها سيجما. يبقى دي تاني فاليو مهمة معانا النهاردة. الشاب اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه سيجما ده. تمام. وسميناه ايه؟ سميناه على اسم الاخ اللي اكتشفه او يعني اللي اشتغل عليه، كان اسمه هامت. وسميناه هامت، مش فاكر كانت بتي واحدة ولا اتنين، هامت substitution constant. واحدة بس. يبقى هامت substitution constant اللي هو السيجما ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن هل المولكيول، هل السبستيتوينت بتاعي electron withdrawing ولا electron donating. ماشي كده. يبقى احنا خدنا ايه حتى الان؟ خدنا احنا بنتكلم في descriptors. في descriptor عن بيعبر عن lipophilicity، في ديسكريبتور بيعبر عن اللايبوفيليستي، وده اللي هو ايه اللوج بي. بس احنا بنتكلم عن سيرتن سبستيتوينت، فاللي بيعبر عن اللايبوفيليستي اوف سبستيتوينت اللي هو ايه؟ الباي. تمام. وعرفنا الباي دي لما بتبقى بوزيتيف او نيجاتيف يبقى معناها ايه. لو بوزيتيف يبقى هي مور هيدروفوبيك، لو نيجاتيف يبقى مور هيدروفيل. وبعدين خدنا السيجما. السيجما دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الالكترون بروبرتي، هل هي الكترون ويدروينج ولا الكترون دونيتنج. انا بحفظها ازاي دايما عشان ما بتلخبطش فيها ابدا، لان كلمه دونيتنج خلينا نكتبها كلها كده الكترون الكترون دونيتنج جروب. انا ليه بكتبها؟ مش للملل، انا بكتبها علشان دوني نيجاتيف. تمام. بفتكرها دايما كده. تمام. حلوة. طيب خدنا اثنين حتى الان، فاضل لنا واحد بس اللي هو ليه علاقة بالسايز. اللي كان ليه علاقة بالسايز ده عملناها ازاي بقى؟ الحركة دي طلعة بتاعت السايز دي عملناها ازاي؟ عملنا برضو ديسكريبتور. هو ملوش مكان هنا، انا عايز اوسع له مكان. ممكن اصغر دي كده. هي الحتة دي هي المهمة، أنا عايز نسيبها. معلش أنا بحسبك شغل كوبي. نسيبها كبيرة كده. ماشي. أه مش معناه إن الباقي مش مهمين، ممكن يتسأل فيهم برضه، بس يعني معظم الأسئلة بتبقى كده. السايز، حدوتة السايز عملناها إزاي؟ برضه استخدمنا حاجة شبيهة. استخدمنا إيه بقى؟ استخدمنا أستر. تعالي نبص على الأستر. عندنا أستر، هو كان عامل ازاي؟ هي مش حاطه الكل. هي مش حاطه الكل الديتيلز. انا هقول لك الديتيلز. طيب عشان هتساعد في الفهم جامد. يعني لو انا عندي سيرتن أستر عامل كده مثلا سي دبل بوند او او ار. ماشي. طيب الاستر ده بيتكسر، بيحصل له استر هيدروليسيس، بيعمل سي دبل بوند او او اتش بلس او اتش ار. تمام. دي حاجه معروفه صح كده. طيب احنا بنبص على حاجه اسمها ريت اوف هيدروليسيس. ريت اوف هيدروليسيس الريت دايما بيتحسب بحاجه اسمها كي سمول. ريت اوف هيدروليسيس ده ريت كونستنت. تمام. ال خلينا نكتب على طول ريت اوف هيدروليسيس. ريت اوف هيدروليسيس. الريت ده يبقى عالي امتى؟ الريت ده يبقى عالي لما يبقى ال R group دي صغنونة. تمام. ليه؟ لان ساعتها ال attacking groups اللي بتيجي تهجم هنا تقدر تهجم بسهولة وتفك الايه؟ الاستر ده. تمام كده. طيب احنا برضه عملنا definition
بين اثنين rates of hydrolysis، واحدة فيها هيدروجين يعني نفس الكومباوند ده with hydrogen copy في هيدروجين، وواحد تاني في ال R group ده. تمام، يعني الريت اوف هيدروليسيس بتاع ده خلينا نكتبها حتى ببساطه شديده، نكتبها R capital. ال R rate of hydrolysis of this minus rate of hydrolysis of this، ماشي كده؟ طيب لو ده، لو ده بالبوزيتيف، لو ده positive number يبقى معناها الريت اوف هيدروليسيس زاد ولا قل؟ زاد. زاد لما حطينا الار جروب الريت اوف هيدروليسيس زاد. تمام، طيب ولو ده بالنيجاتيف يبقى معناها الريت اوف هيدروليسيس قل، صح؟ قل ليه؟ لان الار جروب دي كبيره. تمام، هي تقريبا كانت ويد ريفرنس تو سي اتش 3 مش المهم. يبقى معناها ان انا اكوردنج تو ماي ريفرنس لو الار جروب دي كبيره هيبقى نيجاتيف، لو الار جروب دي صغيره هيبقى بوزيتيف. تمام، ليه؟ لان هي بوزيتيف معناها ان هو فاستر هيدروليسيس. تمام، فيبقى الار از سمولر. هي بقى دي دايما بتلخبط، لما بنشوف الرقم بوزيتيف بنفتكر يبقى بيجر، لا هي بوزيتيف معناها ان هو فاستر فيبقى الار جروب از سمول. تمام، طيب سميناه ايه بقى الشاب ده؟ سميناه تافت ديسكريبتور، سميناه تافت ديسكريبتور. تعالي نحطه جنب اخواته هنا كده، سميناه تافت ديسكريبتور. يس، تافت ديسكريبتور ده بيعمل ايه؟ ده لو هو بوزيتيف يبقى معناها ان السبستيتوينت بتاعتي سمول سبستيتوينت. ولو نيجاتيف يبقى العكس. تمام كده؟ لو نيجاتيف يبقى بالكي. حلوه. يبقى احنا دي، ده ملخص ايه كل الديسكريبتورز اللي موجودين في ليكتشر 7. عندنا الباي، وعندنا الهاميت سبستيتيوشن كونستانت اللي هو السيجما ده، وعندنا الاي اس. تمام، ولازم نعرف كل واحد منهم لو بوزيتيف او نيجاتيف ايه اللي بيحصل. طيب عايزين نريليت بقى الكلام ده للاكتيفيتي. فاللي عمل الموضوع ده هانش، هانش عمل حاجه اسمها هانش ايكويشن. تعال نبص عليها، هانش ايكويشن. هانش ايكويشن دي بتريليت الاكتيفيتي، هي كيو سار ايكويشن عاديه خالص، بتريليت الاكتيفيتي ديسكريبتورز الاكتيفيتي. يعني لو انا عندي مثلا سيرتن سبستيتوينت، عندي سيرتن كومباوند، وبشوف الايه الار دي، وبعد كده بديسكرايب الاكتيفيتي باي ايكويشن عامله كده لوج 1 اوفر سي مثلا ايكوالز 1.5 باي. دي معناها ايه؟ معناها الباي طبعا بتاعت الايه، بتاعت الار جروب دي. دي معناها ايه؟ معناها ان انا لو عندي الباي دي، if this pi is positive يبقى this overall quantity will be positive، فهيبقى ده هيزيد. تمام كده؟ لو انا عندي الباي بالنيجاتيف يبقى الاكتيفيتي بتقل. ماشي كده؟ يبقى انا دلوقتي هيبقى عندي equation تقريبا عامله كده، كل لما بزود الباي كل لما log 1 over c بتزيد. صح كده؟ اه تمام؟ تمام، حلو قوي. طيب نفترض ان انا كان العكس، كان عندي مثلا ال equation كانت عامله كده log 1 over c كانت minus 0.2 باي. ده معناها ايه؟ معناها لو حطيت باي positive، يعني لو حطيت حاجة هيدروفوبيك هنا
هتبقى دي بالنيجاتيف فيبقى بيقلل اللوج 1 اوفر سي هيدروفوبيك فبالنيجاتيف هي لو هيدروفوبيك يعني هي نيجاتيف بالظبط لو هيدروفوبيك يبقى الاكتيفيتي قليله لو هيدروفيلك الاكتيفيتي زياده يعني هتبقى حاجه عامله كده ان لما الباي ازيك يا مشرف الحمد لله تعالى لما تبقى الباي بالنيجاتيف لما تبقى الباي بالنيجاتيف انا بنسجل بس لو عايز تطلع حبيبي لما تبقى الباي بالنيجاتيف يبقى الاكتيفيتي اللي هي لوج 1 اوفر سي بتزيد تمام بس كل لما تبقى الباي بالنيجاتيف اكتر كل لما الاكتيفيتي تزيد اكتر كل لما تبقى الباي بوزيتيف اكتر كل لما الاكتيفيتي بتقل اند سو اون فاهم قصدي يبقى دلوقتي بقينا نعرف نعمل ايكويشن بتوصف العلاقه بين اللوج 1 اوفر سي اند باي خلي بالك ان في حاجه ثانيه الكلام ده بتبقى لينير لينير ايكويشن اللي هي y equals m x plus b ان الـ x ده هو الفاريبل اللي هو في الحاله بتاعتي هو الباي وده السلوب وده الانترسبت صح كده صح هو ده هيتطلب فيه في الامتحان ان احنا نحسبه لا ما بيطلبش انك تحسبيه بس بيطلب انك تعمليها انك تقولي مثلا انا محتاج سبستيتوينت يبقى هيدروفوبيك ولا سبستيتوينت يبقى هيدروفيليك اند سو اون تمام وانا بقول كده بناء على ايه بناء على الساين بتاعه الديسكريبتور اللي موجوده في الايكويشن يعني لو الديسكريبتور بتاعي الساين بتاعته بصي لو الساين اللي هي دي تمام لو الساين دي نيجاتيف يبقى معناها ان انا محتاج الديسكريبتور بتاعي يبقى بالنيجاتيف علشان يبقى في الاخر بيخليها اوفر اول بوزيتيف تمام محتاجه يبقى بالنيجاتيف يعني ايه يعني محتاجه يبقى هيدروفوبيك يبقى هيدروفيليك فاهماني ما اتلخبطت فيها هي هيدروفوبيك صح لا هي مش هيدروفوبيك هي بتقول لي الريليشن بين هي بتقول لي استنى هنكمل طيب احنا قلنا حتى الان قلنا ان احنا we are trying to relate الباي للاكتيفيتي تمام طيب ممكن تعالوا نشوف كده منظر غريب جدا بصي المنظر ده منظر غريب قوي ده كده الباي والاكتيفيتي عامله كده ده معناها ايه يعني كانوا try to interpret ده يعني كل ما زود الباي اللي بيحصل الاكتيفيتي تزيد بس بتنزل تاني صح كده up to a certain limit وبعد كده بترجع تنزل تاني تمام ساعات احنا بنبقى interested في الجزء ده بس فساعتها بيبقى الكيرف عامل زي ما احنا شفنا فوق كده اللي هو linear وطالع لفوق على طول تمام بس ساعات نبقى احنا interested في الكيرف كله لو خلينا نعملها بلون تاني بقى لو انا interested في الكيرف كله يبقى ساعتها لازم هتبقى مختلفة يعني نشوف هنرسم هنكتبها ازاي بقى المرة دي هنكتب log 1 over c is equal to pi squared وقبليها certain coefficient يعني مثلا 0.2 pi squared بس خلي بالك 0.2 pi squared هيبقى الكيرف عامل كده انا مش عايزه اعمل كده انا عايزه يبقى العكس عشان كده بنحط نيجاتيف تمام كده يبقى ساعات يبقى الكيرف بتاعي بيسموه ده بيسموه الكيرف ده البيهيفير ده بيسموه بارابوليك كيرف وده بيسموه لينير تمام ساعات يبقى لينير يبقى الاكتيفيتي از لينير as a function of pi اللي هي like a list of a certain substituent لو انا interested في certain linear arm of the curve بس هو usually لو انا ببص على broad range فهلاقي ان الactivity is parabolic تمام كده ده اول جزء اللي هو بتاع الباي طيب هل الactivity بتاعه معتمد على الباي بس لا طبعا مش شرط ممكن تبقى معتمد على الباي بس وساعتها هي يعني ال general equation هتبقى حاجة عاملة زي كده log 1 over c is equal to مثلا minus k pi squared minus or plus k2 pi plus k3 نعم دي ده general form لو انا interested في certain arm ممكن هقوم جاي ايه شاطب دي مثلا مش محتاجة لو انا الانترسيت بتاعي زيرو هقوم شاطب دي مثلا مش محتاجة and so on تمام بس ده most general form حلو قوي مش شرط يبقى باي ما احنا خدنا سيجما وخدنا
ES. فممكن ال actually بقى الموست جنرال ايكويشن هتبقى حاجه عامله زي كده. هي صادمه شويه بس عايزين ايه نحاول نكتبها مع بعض. log 1 over c is equal to, لو هي linear هتبقى is equal to k1 multiplied by pi plus k2 multiplied by sigma plus k3 multiplied by multiplied by e s plus the intercept k4. تمام, ده اللي هي في حالة ان هي linear. في حالة اللي هي non-linear او parabolic هتبقى نفس دي كده, بس هنزود عليها term. هنزود عليها any term اللي هو اللي في square ده, هيبقى minus k pi square. تمام كده, تمام. فده الموست جنرال فورم. تعالي نحاول نقراها كده, ان اول ترم بيبقى فيها الباي سكوير لو محتاجينها, وبعد كده الباي, وبعد كده السيجما, وبعد كده الاي اس. احنا عايزين نبص على ايه؟ احنا عايزين نبص, نركز بقى, احنا محتاجين نبص على ايه؟ محتاجين نبص على الكوفيشنتس دي, محتاجين نبص على الساينز بتاعتها, تمام, ومحتاجين نبص على الفاليوز برضه. اند اي ويل جيف يو ان اكزامبل رايت ناو. تعالي نشوف هنا كده, ده اكزامبل موجود في اللكتشر. هما بيقولوا ايه, مش عارف, داي هيدروفينلز دايما بيبقى فيه كده زي بريامبل كده, يقول لك مثلا there is a series of compounds مش عارف كذا to treat مش عارف كذا, وفي certain substitution x, ودي الهانش ايكويشن ديسكرايبنج الكيوسار اكوردنج للايه للسبستيتوين ده. تمام, يعني كل دول with respect to x. تمام كده, طيب. فبعد كده يسالك مثلا after studying this equation the substituent بتاعي المفروض يبقى ايه علشان ن maximize the activity. فانت هتبصي هنا كده هتلاقي ان دي positive ودي positive, يبقى انا محتاج الباي, I need pi to be positive. فانا محتاجين الباي تبقى بالpositive. ليه؟ علشان overall في النهاية يديني this term يبقى بالبوزيتيف, فيزود الفاليو بتاعت log 1 over c فيبقى more active. ونفس الحكايه محتاج دي تبقى بالبوزيتيف. ليه؟ لان هنا دي بالبوزيتيف, فمحتاج ان هي تبقى الفاليو ده بالبوزيتيف, وهنا برده محتاج دي تبقى بالبوزيتيف, عشان كل ده I'm trying to maximize ايه, to maximize log 1 over c. فاهم قصدي؟ طيب الحاجه الثانيه بقى نحاول نفتكر دلوقتي, بوزيتيف باي يعني احنا محتاجينها لايبوفيليك ولا هيدروفيليك؟ تعالوا نشوف هنا كده فوق اللي احنا كنا رسمين, كنا كاتبين بوزيتيف باي تبقى ايه؟ هيدروفوبيك. تمام, وبوزيتيف سيجما تبقى الكترون وذروي, وبوزيتيف تافت تبقى سمول سبستيتوت. بس يبقى احنا هنقول له تحت ايه, احنا علشان تو ماكسمايز اكتيفيتي, يبقى هتبقى الاجابه كده تو ماكسمايز to maximize activity substituent x should be hydrophobic electron withdrawing and small. Make sense? حلو قوي. لو كان عندي حاجه فيها اللي هي الانفرتد باي دي, تعالي نبص, احنا ممكن نبص على البارابوليك, ممكن نبص على اللكتشر. مش عارف النور هيساعدنا ولا لا, بس هوبفلي يشتغل كويس. الصورة باينة؟ حاجة ساقعة. أيوة. حلو. طيب عندنا إيه؟ عندنا مثلا في المثال ده إحنا عندنا 0.802 باي X. تمام؟ دي positive ولا negative؟ دي positive. positive. يبقى محتاج الباي تبقى إيه؟ باي should have, مكتوب هنا باي should have positive value, then it should be lipophilic. اللي هي hydrophobic. هي نفسها. أوكي. طيب خلي بالك دي بالنيجاتيف أهي. يبقى معناها ان السيجما محتاجه تبقى ايه تو ماكسمايز اكتيفيتي؟
دونيتنج محتاجه تبقى الكترون دونيتنج يعني محتاجه تبقى بالنيجاتيف بارت صح كده. طيب حلو قوي. وبعد كده اللي في الاخر ده الانترسبت. خلي بالك ان التاسك ديسكريبتور ما ظهرش اصلا اللي هو الاي اس يعني الاي اس اللي احنا كنا ده كانت المثال اللي احنا كنا بنقوله فيها اي اس كان فيها اي اس هنا الاي اس ما ظهر. يبقى السايز داز نوت افكت اصلا ستاتيك بروبرتيز اوف ذا سبستيتوينت هاز نو انفلوينس. تمام اللي فاتت كانت ايه كان الاي اس موجوده بس بقى في حاجه خطيره. بصي الاي اس الكوفيشن بتاعها كبير ولا صغير؟ صغير صغير جدا. فعلشان كده رغم ان هي في الايكويشن it is still negligible تمام when compared to دي يعني مهما كان الرقم اللي هنحطه هنا هيبقى ايه negligible عشان بيتضرب في فاكتور قليل. تمام تعال نشوف الايكويشن دي هنا كده. احنا دلوقتي ابتدى بقى نشوف الايه اللي هي فيها باي سكويرد. تمام فيها باي سكويرد يبقى معناها ايه؟ إنها parabolic. إنها parabolic. The parabolic relationship suggests that the increase in life frequency of the substituent beyond a certain limit will decrease the activity. ده اللي احنا قلناه. صح كده؟ واحنا محتاجين السيجما تبقى positive. شايفة محطوطة سيجما positive صح كده؟ سيجما positive معناها ايه؟ معناها ان هو electron سيجما electron withdrawing. Withdrawing group. تمام كده. ومش محتاجين السايز. يعني الستاتيك افكتس are negligible. أو يعني they do not as a contribute. تمام كده؟ طيب دول كلها there are still some examples زي مثلا دي example تاني. تمام؟ لا هنا بنتكلم عن حاجة اسمها quality of fit. هقولك عليها دلوقتي ماشي؟ في حاجة اسمها cree plot. الcree plot عملنا ايه بقى؟ احنا عملنا plot x و y زي ما انت شايفة وفي subsequence كتير. تعال نرجع لل طريقة الشرح الأولانية أسهل. إحنا عندنا في الكريب بلوت دي عملنا إيه؟ عملنا اتنين أكسيز كده. الـ X أكسس هو الـ Pi والـ Y أكسس هو الـ والـ Y أكسس هو الـ Sigma. ده معنى إيه؟ تحت يعني نيجاتيف طبعًا صح؟ يعني تحت كده نيجاتيف سيجما. ويمين ده بوزيتيف باي وشمال نيجاتيف باي. تمام يعني شمال معناها ان هو هيدروفيلك. تمام ويمين معناها ان هو هيدروفوبيك العكس. تمام وتحت معناها نيجاتيف سيجما يعني الكترون ايه دونيتنج الكترون دونيتنج. ودي حاجه ظريفه لان انا بحفظها كده برضو زي ما قلت لك الدي سوري ال N negative هي donating شبه كلمة down. فهي تحت electron donating موجودة تحت في الـ A في الـ Cree plot. تمام يبقى معناها ان كل اللي تحت دول electron donating. تمام ومن دول اللي على الشمال hydrophilic. يبقى اللي انا مديلهم الاثنين دول hydrophilic وفي نفس الوقت electron donating. اللي على اليمين هيدروفوبيك والكترون دونيتنج. تمام فوق على اليمين هيدروفوبيك والكترون ويدروينج فوق على الشمال هيدروفيليك والكترون ويدروينج. تمام كده فدي طريقه بيكتوريال ظريفه قوي تقدر تحدد بيها ايه تقدر تحدد بيها البروبرتي بتاعه السبستيتون بتاعتك. فعشان كده بنلاقيها هنا كده هتلاقي كل سبستيتون موجود في حته يعني مثلا ميثايل الكترون دونيتنج وفي نفس الوقت هيدروفوبيك فموجودة في الكوادرن ده. تمام. الـ OH electron donating وفي نفس الوقت hydrophilic فموجودة في الكوادرن ده. And so on. فتقدر ببساطة شديدة تقدر تعرف الـ property بتاعة الـ إيه؟ الـ substituent بتاعك. تمام. طب واللي على الخط ده؟ على الخط بالظبط. اللي على الخط بالظبط؟ تعالي نشوف زي إيه مثلا؟ ما بينهم. أهو. مثلا دي اللي هي إيه؟ دي اللي هي الـ OCH3 صح؟ الـ OCH3 دي تحت ولا فوق؟ هي تحت. تحت يبقى هي الكترون دونيتنج. تمام بس هي على الخط اللي هي على الواي اكسس يعني هي بالنسبه للاكس اكسس هي زيرو. زيرو يعني هي لا هي هيدروفوبك ولا هي هيدروفيلك. تمام يعني حاجه بين البنين. تمام كده اللايف بليس بتاعتها زيرو. طب دي لو جت لي اقول عليها هيدروفوبك هيدروفيلك ولا عليها بوز ولا افريج بقى ما اعرفش تقول ايه. تمام بس المهم يبقى دي ايديا صح؟ ده الاهم.
فاضل بقى ايه نتكلم؟ احنا كده قلنا تقريبا معظم الكلام اللي في lecture 7. في الكلام بتاع quality of fitting بس ده هيجي مع كلامنا عن lecture اللي قبلي. عندك اي سؤال حتى الان؟ طيب احنا حتى الان قلنا ايه؟ احنا حتى الان قلنا ان احنا عايزين فكرة ال QSR ان احنا we are trying ان احنا نعمل نفس structure activity relationship بس تبقى quantitative بحيث ان انا relate ال activity لل structure. Activity would be a function of the structure زي ما شفنا بالظبط. It's an equation بين ال activity وبين ال structure. تمام؟ وشفنا شوية descriptors هي اللي تنفع في الايه في ال right hand side اللي هو الجزء ده. تمام؟ ال descriptors دول كانوا اللي احنا شفناهم log p وال Hamming substitution constant وال Taft descriptor. تمام؟ هل دول descriptors الوحيدين؟ قالك لا، في descriptors كتيرة جدا. زي ايه؟ قالك descriptors بنقسمها في طرق كتيرة لتقسيم descriptors بس في طريقة سهلة بنقسم بيها descriptors تلات تقسيمات. حابة بنسميهم 1D descriptor وحابة بنسميهم 2D وأكيد الأخيرة ايه؟ 3D. على حسب ايه؟ على حسب can you derive it from which structure. يعني ايه؟ يعني عندنا مثلا المثال اللي في ال اللي هو مثال السكرين. السكرين ده فين ال مش موجود هنا. انا قلت المثال موجود. عموما تعالي نimprovise. عندنا مثلا مولكيول عامله كده. المولكيول دي فيها كم كربون؟ فيها 6 كربون صح؟ وفيها كم اكسجين؟ فيها اكسجين واحده. وفيها كم هيدروجين؟ واحده. ما في هنا هيدروجين. اوكي كم بقى؟ 6. 6 تمام. طيب فده ال 1 دي فورمولا بتاعت المولكيول ودي 2 دي فورمولا بتاعت المولكيول. وبعد كده لو عايزين نعملها 3 دي بقى لازم نجيب اللي هي الحاجات بقى اللي بيبقى فيها كور والكلام اللي احنا كنا بنعمله ده. تمام، ده 3 دي فورمولا بتاعتها وان سبيس بقى، فيبقى حسب بقى هي موجوده ازاي ومتشبكه ازاي اند سو اون. تمام، هنلاقي دي مثلا بنت وهنلاقي حاجات كده بتظهر في الايه في 3 دي في 3 دي ستراكشر. طيب انا from this primary structure from this 1D structure انا I can get some descriptors. زي ايه؟ زي مثلا number of carbons. number of carbons I can tell the number of carbons from this simple formula صح؟ بكل بساطة. طيب number of بلاش number of oxygen مثلا، هي نفس الحكاية. مثلا molecular weight I can tell it from here برضو صح كده؟ بحسب المولكيولر ويت بشوف الماس بتاع كل اتوم واحسب. تمام، طيب لو انا عايز اعرف النمبر اوف هيدروجين بوندز هل اقدر اعرفهم من هنا؟ هل الفورمولا دي اللي هي ال 1 دي فورمولا هل تقدر تقول لي النمبر اوف هيدروجين بوندز؟ لا، لازم ابص هنا. فيبقى ساعتها النمبر اوف هيدروجين بوندز، نمبر اوف هيدروجين بوندز، هيدروجين بوند دونرز مثلا، ده بنسميه 2 دي سكريبتور. تمام، طيب لو انا عايز اعرف البولر سيرفيس اريا ما اقدرش اعرفها وهي مرسومه على الورق كده، لازم اشوفها ان سبيس واحسب الاريا اللي حواليها. تمام، فيبقى ساعتها حاجه زي البولر سيرفيس اريا، حاجه زي المولكيولر فوليوم، الحاجات دي تعتبر 3 دي ديسكريبتورز. يبقى انا ممكن احسب الاستراكشر بطرق مختلفه بقسمها حسب انا بجيبها فروم ويتش فورمولا. هل محتاج ال 1 دي فورمولا؟ هل محتاج ال 2 دي فورمولا؟ هل محتاج ال 3 دي فورمولا؟ اند سو اون. تمام، طيب وهنا نمبر اوف هيدروجين بوند دونرز كام؟ هنا it's only one اللي هي OH. تمام، المهم انا دلوقتي الفكره كانت ان احنا عايزين نريليت الاكتيفيتي للفاليوز بتاعت الديسكريبتورز ونعمل ايكويشن. هنعمل بقى الموضوع ده ازاي؟ الليكتشر الاولانيه بتقول لنا هنعمل الحدوته دي ازاي. يعني انا مثلا لو انا عايز اريليت الاكتيفيتي للباي. تمام، الاكتيفيتي ان ترمز اوف لوج 1 اوفر سي مثلا، عايز اعمل ايكويشن بين لوج 1 اوفر سي وباي. هعملها ازاي دي؟ قال لك الاول هتجيب مجموعه مولكيولز. هتجيب مجموعه مولكيولز مثلا يو ار انترستد ان ا سيرتن فريم ورك كده، سيرتن ستراكشر، وفي اكس. اكس دي بتتغير. تمام، ولك هترسم تيبل في الاكس وفي الفاليو بتاعت الديسكريبتور وفي الاكتيفيتي. يعني احنا محتاجين الاكتيفيتي، محتاجين ال value of this descriptor اللي هي ال pi، ومحتاجين اسم الايه ال ال ال
ال substituent دي. مثلا for CL ليها certain value وليها certain activity, for OH ليها certain value وليها certain activity. وبعد كده بالإكسل هقوم جاي ايه عامل plotting للاتنين دول مع بعض وحاول اعمل fitting. تمام, يعني هيطلع لي حاجة كده مثلا. sorry ممكن يطلع لي حاجة كده, دي log 1 over c وهنا دي باي, فهيطلع لي scattered points كده. فأنا باجي بعد كده بعمل trend line كده, بعمل fitting, curve fitting. تمام كده. طيب ال curve ده يبقى حلو امتى؟ يعني امتى يبقى ال curve ده reliable؟ فاكرين كنا بنشوف حاجة اسمها r squared مثلا regression value, فاكر حاجة كده؟ ده لو كل لما يقرب من 1 close to 1 يبقى معناها ان الريجريشن كويس. طيب ايه كمان؟ لو انا عندي الداتا بوينتس كتيره, لو انا عندي بوينتس كتيره ساعتها الموضوع يبقى ريلايبل اكتر من لو انا عندي 2 بوينتس وبوصلهم. تمام, البوينتس دي اللي هي الان نمبر اوف, ده اللي كان مكتوب هنا في الاخر اللي هي لكتشر 7 نمبر اوف كومباوندز ستاديد. تمام, وفي حاجة تانية اسمها الـ S standard deviation. يبقى أنا عندي 3 values بقيس بيها جودة الـ QSR model. الـ R square بيحدد لي الـ fitting ده كويس ولا لأ, الـ N بيحدد لي اللي هو الـ number of compounds اللي استخدمتهم كانوا كتار ولا لأ, والـ S اللي هي الـ standard deviation. كل ما الـ S ده بيبقى صغير كل ما يبقى أحسن طبعا. تمام, طيب كويس, ده معناه ان انا محتاج عدد معين من الـ من الـ من الكومباوندز. العدد ده يبقى قد ايه؟ يعني انا محتاج كم واحد هنا, محتاج كم واحد من دول؟ قال لك كل ما يكون كتير كل ما يكون احسن. تمام, طيب برضو يعني اديني رقم, فهو هيدينا رقم بقى ايه في المحاضره دي الاولانيه, هيبتدي يدينا الحاجات دي. يعني هيقول لنا مجموعه الكومباوندز اللي استخدمهم يبقوا قد ايه. ثواني فين هي؟ هيقول لنا مثلا optimum number of compound in a data set ranges from 150 to 200. تمام, minimum number is 40, data set too small then validation will not be possible, maximum number is 2000. يبقى دلوقتي عندي ال number of points ده يبقى ال average بتاعي اللي انا بتكلم فيه اللي هو كويس من 150 ل 200. تمام كده, كويس جدا. يبقى انا كده اتكلمت عن العدد. طب اختار الكومباوندز نفسهم ازاي؟ الكومباوندز اللي هم دول كلهم بقى, يعني اختار الكومباوند ده نفسه منين؟ اجيب الداتا سيت دي منين؟ انت لازم طبعا يستحسن ان يبقى كلهم from the same lab علشان يبقوا قايسين الاكتيفيتي بنفس الطريقه. تمام, ويستحسن ان انا يبقوا covering spanning activity spanning the whole range. هنا كده يعني ايه؟ يعني انا ما اجيبش مثلا حاجات لايبوفيليك قوي وحاجات هيدروفيليك قوي واعمل وابني عليهم الكيرف, لا انا عايز حاجات هايبوفيليك يعني يبقوا ايه؟ يبقوا ماشيين على الاكس اكسس كله. فاهم قصدي؟ يعني في حاجات مثلا 0.5 وحاجات 1 وحاجات 1.5 and so on, بحيث ان انا اشوف البيهيفير, I'm tracing the behavior of activity as I go, يعني في كل حته, في كل حته من الكيرف بتريس البيهيفير. تمام, يبقى اول حاجه ان انا محتاج الداتا بوينتس دول يبقوا من نفس اللاب علشان يبقوا قايسين الاكتيفيتي زي بعض. تاني حاجه ان انا محتاج الكومباوندز دول يبقوا كفرنج الرينج اوف اكتيفيتي اللي انا عايزه, يبقوا كفرنج رينج كبير وما يبقاش فيه جابس في النص. تمام, يعني هديك امثله وحشه. لو انا عندي مثلا الاكتيفيتي بتاعتي لما جيت اعمل لها بلوتينج مثلا لقيت ان انا عندي بوينت هنا وعندي بوينت هنا وعندي بوينت هنا وبوينت هنا, كل واحده من دول ليها اكتيفيتي, يعني كده وكده وكده وكده. تمام, دي وحشه ليه؟ دي وحشه عشان انا مش عارف ايه اللي بيحصل في النص هنا, مش عارف ايه اللي بيحصل في النص. تمام, ما ممكن تكون اكتيفيتي, ممكن تكون اكتيفيتي كانت عامله كده, بس انا عملت ايه؟ انا عملت لها ابروكسيميشن, قلت لا هي اكيد الاكتيفيتي عامله كده. فاهم قصدي؟ انا ما عرفتش ايه اللي حصل في النص, فيبقى دي وحشه ليه؟ علشان it is not covering the whole range, it is not covering يعني ان في gap في النص. تمام؟ طيب دي وحشه ليه بقى؟ هنجيب مثال تاني, نرسم مثال تاني. باي ولوج 1 اوفر سي
وعندنا بوينت هنا وبوينت هنا ودي الاكتيفيتيز بتاعتها يعني هنا كده مثلا وهنا تمام وعندنا بعديها وبعديها وبعديها هنا كده 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 تمام وقفت هنا كده ما جبتش descriptor values في الحته دي خالص يبقى كده I'm studying a small range وبعد كده قمت قايل خلاص يبقى الاكتيفيتي كده يا جماعه تمام مين قال لك ما ممكن تكون بتعمل كده ممكن تكون بتيجي بعد حته معينه وتقوم راجعه لتحت فانت you have to cover the whole range يبقى دي كده احنا بنقول ان احنا we have to cover the whole range of descriptor values و activity value وفي نفس الوقت يبقى don't leave gaps make sense احنا كده بنختار ايه احنا بنختار ال data points اصلا بنختار ال compounds اللي هنستخدمهم علشان نبني ال QSR model نفسه تمام كده اللي هستخدمه تمام يبقى احنا كده شفنا شوية parameters بختار بيها على بختار بيها ال compound بتاعي تمام مبقاش في large gaps ال range يبقى covering broad range تمام في شوية information زيادة في lecture نبقى نجمعها في الآخر طيب ال دول أنا حابني بيهم ال QSR model تمام طيب انا لازم لما بعمل اي كمبيوتر موديل لازم بعمل خطوه اسمها فاليديشن فاليديشن يعني ايه انا عايز اتاكد ان الموديل ده شغال مظبوط شغال مظبوط ان سنس يعني ايه يعني لو انا اديته كومباوند جديد خالص ما كانش واحد من دول يعني كومباوند جديد خالص وحسبت الباي بتاعته وحطيته في الايكويشن يعني هو الهدف بتاع الدي المفروض يطلع لي سيرتن ايكويشن طلع لي مثلا ايكويشن بتقول لي مثلا ان log 1 over c is equal to 1.5 باي مثلا تمام فانا جبت كومباوند تاني خالص وحسبت الباي بتاعت السبستيتوينت وحطيتها هنا هل الفاليو بتاعت الاكتيفيتي اللي هيديها لي دي ريلايبل اور نوت انا ما اعرفش انا ما جربتش اي نيفر ترايد ذس موديل انا ظبطت الموديل عملت له فيتنج اكوردنج تو الداتا بوينتس اللي عندي بس ما جربتوش فانا اي هاف تو تراي ات فبعمل ايه اي هاف تو فاليديت ات اي هاف تو اعمل حاجه اسمها فاليديشن الفاليديشن ده في منه نوعين في منه حاجه اسمها internal validation وحاجه اسمها external validation internal validation يعني ايه يعني لو انا عندي نتخيل الداتا بوينتس حاجه عامله كده كل واحده من دول داتا بوينت يعني كل واحده من دول certain substituent ليه certain descriptor value و certain activity ماشي طيب ممكن استخدمهم كلهم to build my model وممكن استخدم حبة منهم يعني انا هستخدم دول بس to generate my model هيتفضل لي دول data points دي I will use them to test my model تمام ده بيسموه اللي انا عملته ده بيسموه external validation تمام طيب في طريقة تانية بقى اعمل حاجة اسمها internal validation هو الانترنال فاليديشن انتوا واخدينه بس مجرد انك يو تشيك ار سكوير وتشيك الاس بتاعت الديفيشن تمام لو دي كويسه يبقى انت كده ات از اوكي الاكسترنال فاليديشن اللي احنا بنقول ما اعرف ازاي انها كويسه ما هو الار سكوير تبقى كلوز تو 1 اوكي صح تمام والاس تبقى اس سمول اس بوسيبل طيب الاكسترنال فاليديشن بقى لان احنا زي ما اتفقنا بنقسم الداتا سيت بتاعتنا لجزئين جزء منهم بيبقى for validation وجزء منها for generation of the model يبقى احنا دلوقتي عندنا نصين نص بستخدمه to generate the model generate the model والنص التاني بستخدمه والنص التاني بستخدمه to externally validate the model تمام دكتور انا هتلكوا ايه بقى هتلكوا حاجه كمان لما بنيجي نقسم الكومباوندز في الاول بنعمل الحاجه كمان هي ايه ثاني يعني دلوقتي ال to generate the model دي اللي اسمها training set
وتو فاليديت اكسترنالي. دول طبعا اللي سميناها اكسترنال فاليديشن سيت. اكسترنال فاليديشن اوكي انا سيت يو لاست ولا ام لاست ات او ايفن تريننج سيت. ايه الحاجات دي؟ احنا اتفقنا ان احنا عندنا مجموعه كومباوندز تمام. الكومباوندز دي ليها سيرتن I can calculate its descriptor value وليها certain activity مع measured in the lab. تمام كده؟ الكومباوندز دي احنا اتفقنا ان احنا لما بنيجي نختارهم يبقوا covering the whole range ويبقاش في gaps في النص والكلام ده كله. تمام كده؟ طيب الكومباوندز دي بقى نفسهم بقسمهم حبة منهم بستخدمهم خلينا نفس color code حبة منهم بستخدمهم to generate the model بسميهم training set وحبة منهم I do not use them to generate the model بس بجرب فيهم الموديل في الآخر فبسميهم validation set external validation set. تمام كده؟ طيب دكتور رنا زودت حتة كمان إن في مجموعة تانية برضو بفصلها بسميها test set بعمل بيهم إيه test set دول؟ ان انا التريننج سيت لما باجي اعمل الموديل ان ذا بيجينينج بالتريننج سيت ممكن يطلع لي كذا موديل بيزد اون هاو ويل دي بريدكت ذا اكتيفيتي اوف ذا تيست سيت اي تشوز ذا كوركت موديل. يعني التيست سيت اي يوز ات تو بيك ذا بيست موديل اوت اوف ذا تريننج سيت وبعد كده افتر بيكينج ذا بيست موديل اي يوز ذا اكسترنال فاليديشن سيت تو فاليديت ذات موديل. معايا كده؟ يبقى احنا عندنا في خطوه مهمه قوي اسمها كومباوند سيلكشن. كومباوندز دول لازم يبقوا الاكتيفيتي بتاعتها ميجرد اكوريتلي ويبقوا على يعني الاحسن يستحسن يبقوا نفس اللاب يبقوا كفرنج برود رينج اوف اكتيفيتيز وما يبقاش فيهم ان اورجانيك يعني في حاجات ثانيه ما يبقاش فيهم ان اورجانيك كومباوندز حاجات كده. بعد ما اظبطهم خالص او مقسمهم ثلاثه جروبس جروب هعمل بيه الموديل هسميه تريننج سيت وجروب هتست بيه الموديل هسميه تيست سيت عشان تو تشوز ذا بيست موديل. وبعد كده after choosing the best model I need to validate it فبعمل حاجة اسمها external validation فبعمله بإيه؟ بعمله بال external validation set. تمام؟ معايا كده؟ حلو. طيب الأفكار التانية إزاي بختار بقى إحنا دلوقتي اتكلمنا عن الكومباوندز طب أختار كم descriptor؟ يعني دلوقتي أنا يعني I'm just given an example using pi. تمام؟ طب مش في ديسكريبتورز تانية؟ في كتير في قد ايه؟ في الاف الديسكريبتورز. طب اختار انهي ديسكريبتور؟ طبعا لازم ديسكريبتور يبقى ريليتد للاكتيفيتي فانا sometimes I use my chemical intuition يعني انا مثلا عارف الاكتيف سايت بتاعي وعارف مثلا ان في او اتش مثلا في الاكتيف سايت عارف ان في زنك مثلا ايون في الاكتيف سايت يبقى اكيد محتاج مثلا البولاريتي هتبقى حاجه مهمه. تمام and so on فانا I try to choose الايه الديسكريبتورز based on my knowledge of the activity. طيب كويس جدا اختار كام ديسكريبتور؟ الديسكريبتور سيلكشن ده مهم جدا. ال number of descriptor number of descriptor الجمله دي مهمه قوي بقى number of descriptors must be less than the compounds in the training set. طب less بقد ايه؟ قال لك 1 لخمس يعني ايه؟ يعني لو انت هتختار 3 descriptors يبقى على الاقل معاك 15 compound لو معاك اكتر يبقى احسن احنا قلنا بنختار من 150 ل 200 ده الـ optimum يعني. تمام؟ يبقى لو هتزود لما بتزود الـ number of descriptors ايه اللي بيحصل؟ بتعمل حاجه اسمها اوفر فيتنج يعني بتستخدم ديسكريبتورز كتيره 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 بتوصف بيها الاستراكشرز اللي موجوده عندك بالظبط فالبريدكتابيليتي بتبقى قليل انك تبريدكت حاجه نوت فروم ذوز استراكشرز. تمام طيب يبقى احنا قلنا اول حاجه ان احنا محتاجين ديسكريبتورز يبقوا الكرايتيريا بتاعتنا اول حاجه ان هم طبعا يبقوا ريليتد للاكتيفيتي واتكلمنا عن number of descriptors number of descriptors descriptors number of descriptors يبقى أقل من ال compounds اللي هستخدمهم
1 to 5 at least. ايه كمان؟ I should remove collinear descriptors. collinear يعني ايه؟ يعني descriptors بيوصفوا تقريبا نفس الحاجة. يعني مثلا مثلا molecular weight و number of carbons. طب ما انا كل ما molecular weight تزيد ما كل number of carbons بتزيد، او العكس كل ما number of carbons تزيد كل molecular weight تزيد، يبقى هاخد واحد منهم بس، مش لازم اخد الاثنين descriptors in my equation. هاخد ما انهي؟ هاخد ال most relevant to the activity. تمام؟ مش شرط بقى، على حسب بقى، صح؟ على حسب ايه؟ على حسب على حسب الاكتيفيتي نوعها ايه. تمام، بعمل حاجه كده ماتريكس كده، بنعمل زي ماتريكس كده بيحدد الايه، بيحدد اللينياريتي بين الديسكريبتورز. يعني بحط هنا مثلا مولكولر ويت، مولكولر ويت لوك بي، لوك بي مثلا مثلا number of H bond donors مثلا، يعني H bond donors. تمام، وبعد كده اشوف طبعا دول exactly the same. طيب هل molecular weight related log P؟ نتخيل مثلا ان هما ال relation 0.5. تمام، related to H bond donor مفيش relation مثلا يعني. تمام، طيب هل هي related مثلا number of carbons زي ما اتفقنا؟ number of carbons لقينا الريليشن عالية 0.9. تمام، فهنلاقيه هنا كده number of carbons، هنلاقي ان دي number of carbons مع molecular weight 0.9. فبعمل identification للحاجات اللي هي الوحشة دي، اللي هي relation كبيرة بين الديسكريبتورز. تمام، انا مش عايز الديسكريبتورز يبقوا هايلي ريليتد، هايلي كورليتد، لان لو هم هايلي كورليتد يبقى تقريبا بيوصفوا نفس الحاجه. اي دونت كير اباوت ذس. تمام، فاحنا ساعتها لو الار فاليو دي، ار فاليو اوف كورليشن دي لو عاليه يبقى دي حاجه وحشه. تمام، ار فاليو اوف كورليشن بتوين ديسكريبتورز. امتى كانت الار حاجه كويسه؟ لما كنا بنعمل فيتنج هنا، لما كنا بنشوف الريليشن بين الاكتيفيتي والديسكريبتور. بين الريليشن بين ايه وايه؟ بين الديسكريبتور والديسكريبتور، بين تو ديسكريبتورز. اوكي تمام، اي دونت وونت ذا ديسكريبتورز تو بي هايلي كورليتد، انا عايز الديسكريبتورز تو بي كورليتد تو ذا اكتيفيتي. فيبقى لما الكورليشن مع الاكتيفيتي عالي دي حاجه كويسه، لكن الكورليشن مع بعضهم عالي دي حاجه وحشه. تمام كده، الدنيا كويسه، بيعملها مور انستابل ولا لا؟ المشكله ساعتها ان بيبقى عندي ديسكريبتورز كتير، واحنا اتفقنا ان احنا مش عايزين ديسكريبتورز كتير. تمام كده، احنا بنحاول نقللهم على قد ايه؟ على قد ما نقدر. طيب تقريبا خلصنا كده كل حاجه، خلصنا كل حاجه تقريبا. تعالى نبص على اللكتشر بقى ونتاكد ان احنا ايه، ما فوتناش حاجه. طيب وايه لايبينسكيز رول ده؟ لايبينسكيز رول حاجه ثانيه خالص بقى، غير الكيو سار. ده غير الكيوسار ده في هي موجودة في المحاضرة بتاعت الكيوسار، بس هي مالهاش دعوة بالكيوسار، ثواني هنعدي عليها دلوقتي. تقريبا فاهمها بس مسقطة مفيش مشكلة.